أكيد إحنا تعرفنا على دورين من أدوار كتيرة قدمهم الفنان السوري زهير رمضان، سواء كانت في المسرح أو كمان في الدراما السورية وفي السينما، لكن معايدته على الشعب الفلسطيني من خلال شاشتنا أكيد هالمرة غير، فبنقول له كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير. نعاد عليكم الصحة والسلامة من خلال برنامجكم الجميل. اسمحوا لي أعيد على أهلنا بفلسطين الحبيبة والغالية وأقول لهم كل سنة أنتم سالمين، رمضان كريم إن شاء الله، وديروا بالكم من كورونا، الله يحميكم، نحن بحاجتكم، وانتبهوا على حالكم ان شاء الله. يا رب الله بيسلم الجميع. كمان من خلالك بدنا نوجه الرساله لسوريا الحبيبه، قديش يعني احنا بنحبها وبنشعر بالالفه مع هالبلد. نقيب الفنانين زهير رمضان، يعني احنا هلا بندخل بصلب الموضوع مباشره، وانت عارف انك انت تركت بصمه معنا في مسلسل باب الحاره. قديش يعني احنا كنا متعودين على باب الحاره كل رمضان، وحسينا السنه انه في اشي ناقص يعني، والسنه اللي قبلها كنا احنا نترك كل اشغالنا وامورنا ونقعد نستنى مسلسل باب الحاره، حتى لو بدنا نطلع على مطعم او على كافيه يكون في باب الحاره، يكون في باب الحاره. فقديش هيك بتحس انه هذا المسلسل ترك بصمه حلوه، وخصوصا احنا عندنا الشعب الفلسطيني يعني كثير، لانه عاداتك قريبه، يعني عادات السوريه قريبه كثير كثير على عاداتنا يعني. سيدتي، بكل الاحوال مسلسل باب الحاره هو ملأ الدنيا وشغل الناس، مثل ما بتعرفي حضرتك مسلسل باب الحارة طلع واحد من بين 10 مسلسلات أكثر مشاهدة في الكوكب، هذا بإحصاء الأمم المتحدة والصحافة العالمية بكل الأحوال. وأيضا كان هناك استفسار وكان هناك تساؤل كبير لدى المعنيين، تحديدا في مراكز البحث وإلى آخره، عم بيقولوا أنه يا ترى شو سر هذا المسلسل، أنه مثلا بفلسطين بنشوف الشوارع تفضى وقت اللي يطلع هذا المسلسل، أو بسوريا أو بالكويت أو بأي بلد عربي، فهون في شيء مو طبيعي. انا بقول بوعز هذا الشيء لقضيه كثير مهمه. نحن مثل ما بيقولوا ابتعدنا شوي عن جذورنا، رجعنا، اجى مسلسل باب الحاره رجعنا للاصاله، رجعنا لقيمنا الاخلاقيه، منظومه قيمنا الاخلاقيه اللي كلنا بنحبها، للمه العيله حوالين السفره، للمسامحات، للمحبه، للتواصل، للانسانيه، للعلاقات الجميله ما بين الاب وابنه، ما بين مثلا الام هي واحفادها واولادها وحماها، ومثل ما بيقولوا كناينها والى اخره. بالزبط. مثل ما بتعرف حضرتكم البيئه الشاميه بيئه غنيه تماما بهذه التفاصيل الجميله، فالشارع العربي كان تواق فعلا الى انه كمان بالمقابل بده هدول الابطال الشعبيين يلي مثل ما بيقولوا ببيضوا الوش وبيرفعوا الراس، لانه نحن وصلنا الى زمن كثير رديء، هذا على الاطلاق ما بيمثلنا كامه عربيه، كفكر وحدوي، كشخصيات تحرريه وطنيه مقاومه الى اخره. حسينا بحاجه الى رمز، بحاجه الى بطل، بحاجه الى شخصيه كلها تنلتف حولها، وجدنا هذه الشخصيات في مسلسل باب الحاره بشكل او باخر، لذلك كلياتنا حبينا. وبذات الوقت دخلنا مثل ما قلت لك الحنين الى الماضي، هاي الذكريات الجميله، وقت اللي بنشوف مثل ما قلت لك الام والاب والجده والاحفاد والاولاد والكناين والبنات والصبيان كلهم قاعدين على مائده واحده، والكبير بيحترم الصغير والصغير بيوجه الكبير والى اخره، هاي قضيه كثير مهمه افتقدناها نحن بزمننا المعاصر، لذلك بنحل هذيك الايام، مشان هيك حبينا باب الحاره. طب انا كمان حابه اعرف المحلايه السوريه من شو بتتكون، بما انها كانت موجوده طبق رسمي في باب الحاره وبكل المسلسلات اللي بتحكي عن الايام الشاميه. فهيدا تخششنا على الهواء. انا ما كثير خبير حلويات، بس حسب علمي المحلايه هي عباره عن زبديه موجود فيها رز مطحون مع شويه نشا مع شويه سكر، تنخفق مع الحليب ومع مزهر، كانوا يحطوا لها مزهر مشان النكهه تبعها، وكانت تقدم يعني تحط بتنسكب لحتى تجمد، تنحط بالبرادات، سابقا كانت تنحط في منطقه بارده فوق الثلج اللي كان ينجمع على الجبال بزمن الشتاء وبيحتفظوا فيها، فبيقدموها كانوا للناس بالمناسبات، بنحط على وشها فستق حلبي مطحون بكل الاحوال، ومكسرات احيانا بنحط عليها جوز والى اخره. حلو، يعني احنا عندنا بنسميها رز بحليب. رز هي رز بحليب عندنا، فيطلع هذا اسمها محلايه. طب انا بدي اسال سؤال ثاني، يعني هل هاي العادات اللي احنا بنشوفها في باب الحاره هل ما زالت هلا موجوده في سوريا، ولسه بنشوف كيف انه الاب هو اللي بيكون مسيطر في البيت والحماي لازم كلمتها تنسمع؟ يعني انا بس نفسي اعرف انه هل العادات لهلا موجوده ولا بلشت تتلاشى وصار يعني اكيد الدنيا تغيرت، صح ولا لا؟ بس ما بعرف اذا احنا عندنا مثلا هون في نابلس لما بنقول بلد قديمه خلص بنقول سوريا القديمه، صح؟ دمشق الصغرى. دمشق الصغرى بالضبط. فهل العادات هاي يعني
يعني خلينا نقول موجوده لهلا في سوريا ولا كيف؟ لا شك المجتمعاتنا العربية أكيد حدث عليها تغير وتطور بكل أحوال، بس لا زالت يعني عيل كثير إن كان بدمشق القديمة وحتى بحلب وحتى بالمحافظات السورية الأخرى لا زالت تتمسك بالأعراف والتقاليد، وفي عيال كثيرة لا زالت حتى الآن ما مثلا تنحط السفرة ما ممكن حدا يمد إيده على الأكل إلا لحتى يحضر الأب ويبارك هذه السفرة، ما ممكن مثلا حدا بوجود الأب يتصرف تصرف غير لائق مثلا، إنه كلس الكل بيخلص خلصنا مثلا العشاء الكل بده يقوم يغسل كذا إلى آخره، حملوا حالهم وراحوا باتجاه كلمين على غرفته تماما لأنه بدهم يفيقوا على صلاة الصبح ويستمروا بحياتهم. أعتقد لا زالت بدمشق القديمة وبعض الحارات القديمة العتيقة إن صح التعبير لا زالت موجودة هذه العادات، لا زالت موجودة. طيب خلينا نقول انه كمان الكوميديا بطريقه او باخرى هي خرجت الناس من الاجواء اللي كانت تعيشها في السابق وخلتها تعيش شوي الحياه العصريه، الا انه ام التنافس او خلينا نقول ضايعه قدمت الكوميديا بس برضه كمان من وقت بعيد، فقديش كمان هاي التجربه قدمت نموذج مختلف سواء كان عن الكوميديا او حتى كمان عن واقع الشعوب. هلا هي بكل الاحوال خلينا نعتبر مثل ما كان باب الحاره مسلسل عباره عن فانتازيا اجتماعيه على خلفيه تاريخيه، خلينا نسميها بين قوسين حكايه الجدات، يعني انه كان يعني ستنا كانت تقعد معنا، ستك ولا ستي ولا ست اي حدا عم يسمعنا وعم يتابعنا هلا، انه اسمعوا يا ستي بدي احكي لكم حكايه للاطفال الصغار، لو كان يا ما كان بقديم الزمان كان في حاره اسمها حاره الضبع وكان فيها عقيد وكان فيها زعيم وكان فيها فلان وفلان والى اخره. نفس الشيء هي فانتازيا حبتها الناس والفتها لانه حطينا شيء من الحياه الواقعيه اضفناه لحتى لاطفاء او صبغه الواقعيه على المسلسل، جينا على رضيعه ضايعه ايضا هي فانتازيا اجتماعيه ناقده حقيقه واحيانا كان فيها نقد لاذع جدا جدا. خليني اقول بكل الاحوال اذا كانت بديت الدراما السوريه او انعرفت عربيه من خلال دريد ونهاد، دريد لحام ونهاد قلعي، استمرت هيك 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 لزمن اجت فيه ما يسمى بضيعه ضايعه، وقف زمن دريد ونهاد، يعني وقف زمن صح النوم وحمام الهنا وبقالب غوار والى اخره، وبدت ضيعه ضايعه، لوين ممكن تستمر؟ وامتى ممكن نوقف؟ ما بنعرف. ضيعه ضايعه اعتقد كل يعني خلينا نقول نحن نكون على ارض الواقع تماما، فينك تشوفي الحلقه 100 مره بتشعري بحالك دائما عم تكتشفي شيء جديد، وعم تشعري حالك ما عم تملي ولا عم يضيق خلقك منها، عم تحبيها كل ما شفتيها مره عم تزدادي تعلقا فيها مره ثانيه، هذا ياتي الى طبيعه الشخصيات، نوعيه الحبكه التقنيه العاليه في الاداء عموما، والممثل متمكن من ادواته، لذلك اقنع الناس بهذا الاداء، البعض راح جنح الى ما يسمى الجروتيسك او المبالغه بالتعبير، مثل جوده، مثل اسعد، البعض الاخر كان واقعي بالاداء، يحمل بعض المفاهيم الخاصه مثل المختار ابو جميل عبد السلام بيسي اللي هو كنت عمد الشخصيه انا، صحيح اللي هو ليك ورائي بكل الاحوال يعني. اللي هو والدك المختار صحيح؟ في مجال الكوميديا يعني. لا وكمان بتعرفي ميساء احنا كمان كنا نشوف انه مشاهد من ضيعه ضايعه انها تروح يعني فنانين ياخذوها يستقطبوها ويحطوها بطريقه كثير كوميديه، ويمكن كمان هذا اعطى نجاح للمسلسل اكثر واكثر، يعني ما في فنان في الوطن العربي ما اخذ مقطع من ضيعه ضايعه وركبه على شيء كوميدي، فاحنا كنا نستنى بالعكس المشهد هذا اكثر من ما نشوفه بالمسلسل، فكمان يمكن هذا ضاف نجاح اكثر للمسلسل وخلاه ينتشر على مستوى الوطن العربي أكثر. مثل ما تفضلتي حضرتك بسياق الحوار اللي بديتي فيه، عندك مسلسل باب الحارة ومسلسل ضيعة ضايعة مثل ما بيقولوا تركوا بصمة كبيرة بالشارع العربي صح. عموما يعني هدول اثنين مثل ما كنا عم نقلد نحن المختار عبد السلام بيسي ولا أسعد ولا جودة، كمان كان في مين عم يقلد أبو جودات والنمس والعقيد وعصام وأبو عصام وإلى آخره، هدول تركوا انطباع طيب جميل بنفوس الناس بنفوس الشخصية العربية، والشخصية العربية عموما تجنح إلى البساطة، بتحب الإفيهات الغريبة نوعا ما المضحكة التي ليست شريرة بكل أحوال. هلأ ما كان حدا في شرير، يمكن أكثر حدا كان شرير بمسلسل ضيعة ضايعة هو جودة، كان يعمل مقالب صح. ويستغل أسعد وإلى آخره، مع الشيء كان شخصية طيبة بكل الأحوال صح. ما أنا شخصية عدوانية على الإطلاق.
صحيح، ويمكن كمان الممثل بطريقة أو بأخرى هو بيكون رهن السيناريو، رهن السياق اللي رايح فيه المسلسل. أنت لأي مدى تأثرت بالشخصيات يلي انرسمت لك؟ أنت ذكرت عن المختار اللي وراك، وأنا سمعت أنه هو كان والدك عنده شخصية المختار، فأنت أي شخصية أثرت فيك أكثر، عشت معها على أرض الواقع بما أنه الفنان هو بيتقمص دور الشخصية لمدار أشهر أو على مدار أشهر طويلة لحتى يقدر يقنع الناس فيها؟ ست ميساء، بكل الأحوال يعني مثل ما تفضلتي وحكيتي، أنا زلمة خريج معهد عالي فنون مسرحية، أنا رجل ممثل أكاديمي، خريج أكاديمي، وأنا بجيد كل الأدوار وهذا اختصاصي وهذا عملي. بكل الأحوال أي شخصية تسند لإلي عموما برجع بعمل لها سي في حياتي، برجع بقول هاي يعني ولدت هيك، عاشت بهاي البيئة، شكل الخارجي هيك، مضمون الداخلي هيك، كيف بتنفعل، كيف بتعصب، كيف بتفكر الى اخره، كل هذه بعمل لها هويه دائما لاي شخصيه بتصدى لها. انا بكل الاحوال بستفيد اكيد طبعا، بكل الاحوال الفنان هو عباره عن ذاكره، وذاكره انفعاليه في خزان انا عم خزنه بذاكرتي. وقت اللي جينا على شخصيه ضيعه ضايعه المختار عبد السلام، طبعا ابي ما كان مختار، ابي كان بالبوليس بكل الاحوال بالشرطه، وجدي ولكن هذا لباس جدي، طربوش جدي، شكل جدي، شروال جدي كان يلبس هيك. انا استفدت من هذا الكاركتر عموما، انا اللي اخترت ملابس الشخصيه انه هيك 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 تماما، لانه الكاتب ما هو ابن البيئه ولا حتى المخرج ابن البيئه، انا وكل الممثلين اللي كانوا موجودين هن اولاد بيئه، فكنا نحن بنعرف تفاصيل البيئه بشكل كويس، وعم نحكي نحن بزمن شوي قديم، فهذا اللباس هو نحن اخترناه لانه بنعرفه تماما بتفاصيله، بالخيزرانه بالعكازه والطربوش والجاكيت هذا الاحمر اللي بنسميه نحن ساكو، والشروال بكل الاحوال، وكان في جزمه، جزمه كانت تلبس، ما لبسناها نحن بالمسلسل، جزمه كانت للركبه لون بني اسمها جزمه بيليك، وهي بيليك تسميه تركيه انه جزمه طويله كانت تلبس بهذاك الزمان، ولكن عملنا مثل ما بيقولوا معاصره بالفكر وبالاداء اللي كان موجود حاليا، فعملنا هذه التوليفه ما بين القديم وما بين الحديث المعاصره، فكانت النتيجه بالشكل اللي شفتيه حضرتك بضيعه ضايعه. اكيد. نقيب الفنانين الاستاذ زهير رمضان وجهت رساله كثير حلوه للشعب الفلسطيني بظروف الكورونا اللي احنا هلا عم نعيشها والحجر الصحي، فهيك سر حبك لنا وللشعب الفلسطيني، وكلمه اخيره هيك منك لنا. بدايه اسمحي لي وجه تحيه لمجموعه من الاشخاص انا اعتزيت بالتعرف عليهم، ان كان اتصال عبر الهاتف او من خلال رسائل. خلي بالبدايه يعني وجه التحيه لاخونا الاعلامي اللي بتعرفوا انتم اندراوس باسوس. طبعا اندراوس خينا، اندراوس زارنا بسوريا وزارني بمكتبي بنقابه الفنانين، وراح لعندي على تصوير وعرفته تماما على اجواءنا والى اخره، وكان سعيد كثير وقدم رسائل جميله جدا عن سوريا بالوقت اللي البعض كان عم بيسيء لسوريا ومحطات مشبوهه عم تقول سوريا مدمره ما فيها شيء، اظهر للناس انه سوريا لا زالت عم تعيش بنبض حقيقي ونبض واقعي تماما يومي. الامر الاخر كمان اسمحي لي اتوجه كمان بالتحيه لسيدنا مطران القدس جابرييل دحو، بقول له الف شكر سيدنا المطران اللي هو السريان، مطران السريان بالقدس وبالاردن وبالاراضي المقدسه، بقول له شكرا لمحبتك وشكرا لتحيتك المستمره الي وللشعب العربي السوري. كمان بدي اوجه التحيه لاخونا الاخ عباس زكي، طبعا خصني باتصال تليفوني بعد الرساله اللي وجهتها لشعبنا العربي الفلسطيني حول موضوع كورونا ويديروا بالهم على حالهم، اتصل فيني وتشكرني على هذا الشيء اللي قمت فيه، وانا قلت له هذا واجبي يا استاذ عباس، نتعلم منكم المحبه بكل الاحوال. ايضا بدي اتشكر سياده اللواء سعيد الصيام والمرافق الشخصي للرئيس محمود عباس، ايضا اتصل فيني وتشكرني على هذا الموضوع، وبذات الوقت ايضا بدي اتشكر سعاده السفير انور عبد الهادي يلي هو سفير دوله فلسطين في دمشق، كمان حكي معي بهذا الموضوع. انا بشوف سيدتي انه مو موضوع هذا الحب، بس لاقول لك شغله ست ميساء، ويمكن شعبنا العربي الفلسطيني بيعرف هذا الحكي، سوريا كل الدم اللي دفعته هلا التسع سنين هو لاجل القضيه الفلسطينيه، لانه هي الوحيده المتمسكه بفلسطين وعروبه فلسطين واحقيه الشعب الفلسطيني بهذه الارض المقدسه، هذا اولا. ثانيا بناموسنا، بتاريخنا، بثقافتنا، بفكرنا، بمناهجنا الدرسيه، لم تنفصل يوما من الايام سوريا عن فلسطين. احنا قلب واحد، بلد واحد، ضمير واحد، نبض واحد. لذلك معلش بقول انا بكل بساطه وقت اللي توجهت لموضوع كورونا كله عم يحكي عن حاله، طب ما حدا تذكر اخوتنا بفلسطين، طب هدول معنيين، نحن مثل ما بيقولوا بسوريا دافعين دم، ما في بيت الا دافع دم لشيء اسمه فلسطين والقضيه الفلسطينيه، فهذا من واجبنا، من الضروره بما كان نتوجه بتحيه لاهلنا ونبههم يديروا بالهم على حالهم لانه نحن بحاجتهم، وان شاء الله عن قريب المجتمع نحن وياكم يا رب. مجتمع يا رب.
نصر انتصار بلدنا وانتصار ايضا فلسطين على الغاصبين المحتلين الصهاينه، وبتتحرر اراضينا العربيه كامله، لانه فلسطين بالنسبه لنا مثل دمشق، مثل الجولان، مثل اي قطاع عربيه موجوده بسوريا، بتعنينا مثل ما بتعنينا القدس وحيفا ويافا وبيت لحم ونابلس وكل ارض فلسطينيه طيبه بنعتز وبنفتخر بانتمائنا لها. والله واحنا كمان بنفتخر فيك وبنعتز فيك، ومثل ما حكت بانا كتار منا يلي حافظين ادوارك وطريقه كلامك، فانت بالنهايه بدنا تختار لنا شخصيه اما ابجودت او المختار تودعنا بكلماته باسلوبه وتعيد علينا، وان شاء الله يا رب بيعود علينا رمضان وكل العالم ينعم بالصحه والسلام. كنا من قبل نتمنى بس السلامه، لا صرنا بنتمنى الصحه والسلام. على ما يبدو انه فقدنا الاتصال مع السيد زهير. بدي اقول انا بدي اقول يلا معك. انا يعني بفكركم كثير كثير. انا هلا عبد السلام بيسي، اتوجه اليكم بكثير من الحب، ولاخيت ست ميساء انا بدي اقول عبر قناه النجاح، يعني لكل اهلنا بفلسطين الله يحميكم وديروا بالكم على حالكم. انا كثير كنت سعيد ومبسوط كثير كثير، كنت مبسوط لاني التقيت فيكم وجها لوجه، وانا بفتخر فيكم بكل الاحوال. بتسلم عليكم نظمية وعفوفة. هلا في منكم زعلانين لاني ما جوزت عفوفة لسلنجو، وليخيت هذا ما اخذ البكالوريا بهيم، لو اخذ كنت جوزته. انا بحب العلم وهو بهيمة ما اخذ البكالوريا. شو عملت لك برمضان طبخة؟ شو اكثر طبخة بتحبها في رمضان؟ شخصية المختار بدنا نعرف. يعني عموما بكل الاحوال ما كثير هذا بفكر بهذا الامر، اي شيء مثل ما بيقولوا هذا الانسان مثل ما بيقولوا يعني يعني سكت جوعته بس، مو اكثر من هيك. ما بعمره الطعام لفت لي نظري، بيلفت لي نظري الكتابه، بيلفت لي نظري الثقافه، بيلفت لي نظري الشيء المهم ليغذي فكري وروحي قبل البطن. البطن التحصيل حاصل مو مشكله. يعني كلام رائع ومتوقع اكيد من نقيب الفنانين السوريين في جمهوريه سوريا العربيه يلي احنا بنكن لها كل المحبه والاحترام. شكرا لك لمشاركتك لنا اجواء رمضان واجواء الاحتفاء بهذا الشهر المبارك، وبنتمنى لك دوما دوام الصحه والعافيه. شكرا لك، كل عام وانت بالف خير. انتم بخير. شكرا سيدتي، تحيه لكم وعبر قناتكم اللي بنعزها ونفتخر فيها. نتوجه بتحيه لاهلنا الشعب الفلسطيني، نقول لهم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، وان شاء الله العيد القادم نحتفل كلياتنا بالنصر. يسعد اوقاتكم. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك.